فين دري معكم نيزار وكم جيمر في جديد. اليوم معنا هضروا على البوتن نيك واحد تام دابا الحلقة الثانية. شحال ما عملتكم ايبيزود جديد ديال شنو هذا؟ نقول الحلقة الثانية نهضروا على البوتن نيك. البوتن نيك واحد تام تقدر تسمعوا اذا كنت تشري بروسيسور مع الكارت جرافيك. اذا كان عندك ديجا واحد الكارت جرافيك واعره وعندك بروسيسور ظريف تقدر تسمع هاد البوتن نيك هادي. اذا كان عندك شي بروسيسور واعر وعندك كارت جرافيك ضعيفه تقدر تسمع هاد البوتن نيك. دونك هنا بالنسبه للجيمين بالنسبه للالعاب بالنسبه للاف بي اس يعني فريم بار سكوند شنو معنى البوتن نيك؟ بوتن نيك كاتير باللونجلي هو العنق ديال الدجاجه ديال الرضومه او العنق ديال الرضومه. دونك العنق ديال الرضومه هو معنى التيرم ديالو باللونجلي، ولكن المعنى الحقيقي بالنسبه للجيمين هو ملي كيكون واحد الايتم يعني واحد البياسه عندك في بي سي كتصغر لك من القوه ديال واحد البياسه اخرى عندك في بي سي. دونك باغ اكزومبل نهضروا اون جينيرال بالنسبه للبروسيسور بين بروسيسور والكارت جرافيك. دونك هذا البوطن هذا عندك الكارت جرافيك واعره طوبي نقولوا عندك 1070 جي تي اكس، عندك 1070 جي تي اكس وعندك واحد بروسيسور بنتيوم. دونك هاد بنتيوم هذا هو كيوقع لك كيعمل لك واحد البوتن نيك بالنسبه للكارت جرافيك ديالك. الكارت جرافيك نهضروا اون جينيرال الكارت جرافيك عندها باغ اكزومبل نهضروا نقولوا ان الكارت جرافيك كتخدم 60 معلومه باغ سكوند ياك. هذا غير اون جينيرال والسلام واحد المثال بسيط. دونك الكارت جرافيك كتخدم لك 60 معلومه باغ سكوند وكدوزها. عندك البروسيسور اللي هو بنتيوم كيخدم لك فقط 20 معلومه بار سكوند. دونك عندنا 60 معلومه بار سكوند بالنسبه للكارت جرافيك و20 معلومه بار سكوند بالنسبه للسي بي يو. دونك البروسيسور كيصيفط لنا الكارت جرافيك 20 معلومه بار سكوند، ولكن الكارت جرافيك قادر يعمل 60 معلومه بار سكوند وما كيوصل له غير 20. دونك حتى هو عاوتاني كيصيفط غير 20 كيولي فحالو فحال البروسيسور. يعني شني ما كانت عندك قوه الكارت جرافيك ديالك كيتحد القوه ديالو بالبروسيسور ديالك. باغ اكزومبل نعطي واحد ليكزومبل اخر، عندك واحد البروسيسور اللي واعر بزاف كيصيفط 60 معلومه باغ سكوند وعندك واحد الكارت جرافيك ضعيفه اللي كتصيفط باغ اكزومبل فقط 20 معلومه باغ سكوند. هنا وقع واحد البوترنيك. البوترنيك ان كاين واحد البياسه كتثقل واحد البياسه اخرى، وهذا هو المشكل اللي كيوقع بزاف ديال لي كونفيغ اللي كنشوف فيه انا واللي كيتصيفطوا لي في لاباج، انه كيصيفط لي واحد عنده بروسيسور واعر كارت جرافيك ضعيفه او العكس. ولهذا شنو الحل؟ الحل هو تشري الكارت جرافيك في نفس الرانج ديال البروسيسور. اذا كان عندك شي بروسيسور واعر شري كارت جرافيك واعره، عندك بروسيسور ضعيف شري كارت جرافيك ضعيفه. نعطي واحد جوج ليكزومبلات. عندنا واحد اي 7 جينيراسيونات الاخرى تشري له واحد جي تي اكس 1070 مخيره، ولا جي تي اكس 970 مخيره، كارت جرافيك كتخرج مزيان، بروسيسور كيخرج مزيان ايبيك. عندنا بروسيسور ضعيف، عندك واحد بنتيوم ولا عندك واحد كور دو كواد ولا واحد كور دو ديو، على قد الحال ما كيقدرش يدخل بزاف ديال المعلومات باغ سكوند. شنو غادي تعمل له؟ غاتشري واحد كارت جرافيك اللي في الرانج ديالو باغ اكزومبل واحد ار اكس 470 ولا جي تي اكس 1050 تي اي. دونك شي كارت جرافيك ضعيفه مع واحد بروسيسور ضعيف ما يوقع لك حتى شي بوتل نيك. ونفس الحاجه بالنسبه للهاي اند. دونك هادشي كنظن واقيلا واحد المعلومه خفيفه ظريفه كانت شنو هذا البوتل نيك. دونك نتمنى يعجبكم الحلقه، كانت خفيفه ظريفه كنحاول نخفف منها باش تفهموا التيرم هذا اللي كاين في الجيمين واللي ما فاهميناش بزاف ديال لي جيمرز. اوكي عجبكم جيم اوكي عجبكم الفيديو تقدروا تلايكيو الفيديو، عجبتكم الشين تقدروا تابوناو. باقي حلقات اخرين ماجين ان شاء الله في لي تيرم اخرين. خليكم فيديو ماجين. بغيتوا معلومات اضافيه راه كاملين كاينين في الديسكريبسيون ديال لاشين وفي الديسكريبسيون ديال الفيديو. خليكم فيديو ماجين. تهلاو بيس.